لما يخلص الحليب إشي بنرفز، لما بتفضى البطارية إشي كتير بنرفز، بس لما يخلص دفتر الشيكات لحظة، مش خسارة على الأعصاب. بتطبيق مركانتيل يمكن طلب دفاتر شيكات. بدكم تعرفوا كيف؟ يلا ادخلوا إلى كل العمليات في قائمة التطبيق واضغطوا على طلب دفاتر شيكات، اختاروا عدد الدفاتر والفرع اللي منه بتحبوا تستلموا الدفاتر، اختاروا أنواع الدفاتر. هذا هو، بقي إنه تصادقوا على العملية. مركانتيل شخصي، خدمات بنكية بعالم الديجيتال.